عودة الثلاثي فتوح وصبحي والزناري والمشاركة والاستعانة بيهم فنيا بعد إيقافهم وخصم جزء من مستحقاتهم، ولا ده مع استمرار عرضهم للبيع ما يكملوش؟ والله انا مع استمرار عرضهم للبيع، لكن فتوح كيس مختلفه شويه. هي عارف انت اللي يعني تسيبه مبدأ نفسك. واحد مفيش، هرجع واحد هرجع الاثنين اللي معايا. لا ما هو الاثنين كده كان معايا اصلا تاخده في الرجلين. انا الاثنين اللي الاثنين اللي معايا دول الزناري ولا محمد صبحي، انا ما عايز اقول لهم يا ابني انتوا دماغكم، طب ده راجل دماغه تقيله شويه وجاي له هنا وجاي له هنا، انتوا جاي لكم كان جاي لكم ايه؟ انت الزناري النهارده بدأ يبقى كويس، لكن لو جيت من اول السنه والله جماهير الزمالك لو طالت تمشيه هتمشيه، فانت المفروض تقول لي حتى داريني. محمد صبحي حدث ولا حرج عن الاخطاء، محمد صبحي لعب معايا بتروجيت وحبيبي واخويا الصغير، لكن انت عم بتلعب في نادي، انت بتلعب في نادي جماهيري ليله المباراه اللي رحت تتعشالي. فكده كان اللي هيسرع على فتوح هيسرع على صبحي والزناري. لكن انا بكلمك عن فتوح ليه؟ هو فتوح هنا النهارده عقده هيخلص، فتوح اتحط في خانه الياك، انا عايز ارجع العب تاني ليه؟ عشان ابقى اروح المنتخب، فمحتاج ان رجلي تبقى في الملعب. فمن وجهه نظري انا اعتقد ده اللي بيحصل، لان الزمالك طبعا انت عايز تلعب وتخش الفرقه تاني ويبقى خصم بس نكتفي بالخصومات دي كلها، جدد تجدد وتجيب عرض كويس عشان تمشي، يبقى انا استفدت بيك. طب ده وجهه محتاج نظري. فنيه، ايه؟ ما انا محتاج فتح فنيه، طب ما جدد له وعقد ليه يمشي؟ ما لو جاله حاجه اعلى انا استفيد بيها يمشي. ما الزمالك مش محتاج فتح فنيه؟ محتاج فتح فنيه. طب بس ما يكمل. يكمل، يا اما لو جاله عقد كبير بقى يمشي. لا انا بكلمك عشان في حاجه اتعملت ما انا ينفعش. بصراحه انت كمجلس اداره خدت قرار الناس كلها يعني ده استفيد فيه. بترجع فيه بصراحه، ده للاسف يعني. لكن حتى لو انت رجعت فيه على الاقل انا رجعت في القرار ده عشان مصلحه النادي. فتوح تتوقع نجوم النادي الاهلي؟ لا كل حاجه وارده في الكوره، ما اعرفش يفيد النادي الاهلي؟ يفيد اي حته في مصر، وخصوصا كمان انت عارف معلول السن مع انه عامل ماتش كويس قوي امبارح. طب ما امبارح هنا الزمالك لو مشى صبحي ومحتاج حارس مرمى مع عواد، يجيب حارس مرمى تاني. مين يصلح انه يكون موجود في نادي الزمالك حارس مرمى من الدوري؟ مش لما يفك القيد الاول؟ يعني نفترض ان الكيد اتفك. لا لما يفك القيد الاول. طب ما في مشكله حقيقيه دلوقتي لا قدر الله عواد لو حصل حاجه، وفي مشكله في حراسه المرمى. طبعا الزمالك في مشاكل كتيره جدا، عشان كده قلت لك جماهير الزمالك ما تتوسمش خير قوي الفتره دي. خليك ورا فرقتك وكلنا ورا الزمالك وفي ظهر الزمالك، لكن يعني في نفس الوقت انا النهارده ابني لسه بيحب مثلا، بدي مثلا امثله يعني، ابني لسه بيحب بيطلب منه يطلع بطل الملاكمه. الزمالك النهارده في حاله لا يرثى لها، حاجه صعبه جدا يا جماعه.